مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في خبر اليوم. انطلقت بعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة برئاسة كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره المغربي صلاح الدين مزوار. وتأتي الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الأمريكي المغربي في ظروف مختلفة عن الدورتين السابقتين، لكنها تصب في مصلحة المغرب. نستمع في هذا الصدد لمدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات عبد الفتاح البلعماشي في تصريح لقناة شوف تي في. ابدا الحوار استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب في صيغته الثالثة أو في دورته الثالثة لاتجاما مع التوجه الذي أخذته السياسة الخارجية الأمريكية تجاه 20 دولة عبر العالم تحاول أن تطور علاقتها الثنائية في هذا الاتجاه وفق استراتيجية معينة. ما يهمني هو استفادة المغرب من هذا الحوار وكيفية تطوير هذا الحوار الذي يعتبر في نظري يأتي في ظرفية مختلفة عن الحوارات السابقة التي وقعت سنة 2012 و2014 لاعتبارات متعددة أبرزها ما صدر عن البيت الأبيض إبان زيارة الملك سنة 2003 والاتفاق الإطار الذي ينظم محاور هذا الحوار الاستراتيجي وايضا الذي يعتمد في ما يعتمد عليه على جوانب سياسيه وامنيه واقتصاديه وايضا ثقافيه. وبالتالي فالمغرب جسد في الاونه الاخيره مواقف معينه في سياسته الخارجيه تجاه قضيه الصحراء من جهه وبوادر التفاهم لهذه السياسه اتضح من خلال الميزانية التي اصدرتها الميزانية الولايات المتحدة الأمريكية ل 2015 التي وجهت انطلاقا من البند الثالث مساعدات مباشرة للأقاليم الجنوبية. من جهة أخرى الحرب الاستباقية التي ينهجها المغرب تجاه الإرهاب والمقاربة الشمولية المعتمدة على البعد الديني والبعد أيضا المرتبط بنجاعة التوجه نحو إفريقيا، هذا بالإضافة إلى ملفات اقتصادية يسعى المغرب من خلالها إلى بلورة قناة موضوعية للتدفق التجاري من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المغرب من جهة وتجاه إفريقيا من جهة ثانية، بمعنى أن هناك مصالح مشتركة في هذا الاتجاه. اليوم نلاحظ أنه أيضا بالإضافة إلى الحوار الاستراتيجي الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بلقاء وزير الخارجية للبلدين، هناك أيضا تم حوار استراتيجي بالأمس بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، بحيث يمكن أن نفهم من خلال هذه الوجهتين أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضبط علاقات جيدة ومثالية مع المغرب بدون أن تفقد حليفا آخر في المنطقة والجزائر. ما يهمني الآن من خلال هذه المقارنة هو أن المغرب عليه على الأقل في الجوانب الاقتصادية أن يستثمر عنصر التحولات الدستورية التي عرفها المغرب وأن يستثمر أيضا التدبير الديني الذي يعتبر ليس في نظر ولكن في نظر مجموعة دول المنطقة وفي نظر العالم على أنه تدبير أثبت صوابيته في محاربة العنف والتطرف، وأن تكون هناك إصلاحات مضافة في الجانب القضائي وفي الجانب الاستثماري وفي جانب الحريات العامة. وبالتالي فهذا بكل تأكيد سيجعل من المغرب منافسا قويا لكل الحلفاء الآخرين وسيجعل من المغرب يعني كما أشرت بوابة رئيسية في اتجاهين أساسيين، الاتجاه الذي بني على شراكة استراتيجية أو شراكة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي فيما سبق وأيضا على الواجهة أيضا الأمريكية الإفريقية. أخيرا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على المغرب أكثر من غيره في هذا الاتجاه باعتبار أنه
المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي احتضنه المغرب سنة 2014 بحضور نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن، يؤكد على أن المغرب هو يدخل ضمن عدد من الدول الواعدة في هذا الاتجاه، بحيث أن هذا المؤتمر العالمي لم ينظم فيما سبق إلا في 4 دول، وهي واشنطن سنة 2010 ودبي سنة 2011 وإسطنبول سنة 2012 وكوالالمبور سنة 2013. وبالتالي فهذا يؤكد مدى يعني مدى المضي في هذا الحوار الاستراتيجي إلى أبعد مدى، بالخصوص أمام التهديدات الأمنية والإرهابية التي باتت تحول الضغط نحو المنطقة المغاربية ومنطقة شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء. والمغرب يعتبر شريكا ناجعا أثبت جدارته في الحرب الدولية لمكافحة الإرهاب، وهذا كله سيصب في علاقات جيدة قد تخدم مستقبلا الواقع السياسي، وقد تخدم إشعاع المغرب في محيطه الإقليمي الدولي، وقد تخدم أيضا الاقتصاد الوطني من واجهة تعدد الشراكات الاقتصادية. الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الأمريكي المغربي تؤكد توجه البلدين نحو تثمين وتطوير العلاقات الثنائية، وخصوصا مع التهديدات الإرهابية والأمنية والتي سيستفيد منها المغرب بالنظر إلى استراتيجيته الناجعة في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة. هكذا إذن نأتي إلى نهاية خبر اليوم، قدمنا لكم من قناة شوف تيفي. شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب و بارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تيفي، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.